عملنا اول حاجه مشروب الدوم. الدوم عملنا بعد كده. تعالي بقى هناك بقى على البرزنتيشن، كل حاجه خلصت. اتفضلي. يلا يبقى عملنا شوربه الكوسه. عملنا شوربه الكوسه، تقدري تطحنيها بالهاند بلندر او بالخلاط زي ما عملناها كده. طيب اتفضلي. وعملنا الكبه، دي شوربه الكوسه. عملنا الكبيبه او الكبه. أيوة. صح كده. وعملنا الطاجن بتاع العكاوي. ايوه. تقديمين مع رز ابيض. وعملنا كمان قطايف بالفراوله، وعملنا بلح الشام. تقدري تحشيه بقى باللوتس، تقدري تحشيه بالقشطه، تحطي له فراوله والقطايف زي ما انت عايزه. كذا فكره، اختاري واختاري. وشويه رز الابيض الهرم ده، شويه رز ابيض اهو دلع. أوه. العيال. والطاجن انت وانت بتوزعي العكوه قسمي اللحمه بتاعت الطاجن بتاع العكوه على كل طاجن. عايزه طيب تعملي صغير كده. قبل ما نختم يا شيف حسن، انا كنت عايزه اعرف الحشوه بتاعت القطايف اللي هي اللي بالفراوله كانت ايه؟ عباره عن ايه الحشو؟ باستر كريم، كوبايه من الباستر كريم، نص كوبايه باستر كريم على كوبات عصير فراوله، تضربيها وتحشي بيها. الله، وهي فعلا تجنن جميله. بالظبط كده. وتقدري تعمليها جوه وتقليها من غير ما تبقى تقدميها بارده. شفت انا بلح الشام اللي انا عاملاه يا جماله؟ اهو عسليه، عشان انت عسليه. والله تسلم ايدك والله، انت اللي ايديك عسليه والله. اختاري واختاري، اي حد يفوتوا اي حاجه يخش على شاهد ببلاش. بالظبط. ولو طبعا عايزين تعرفوا نظام غذائي تتبعوه في رمضان، كان معانا النهارده في الحلقه تقرير، تقدروا ترجعوا على شاهد وتشوفوا التقرير اللي هيعرفكم ازاي تتبعوا نظام غذائي في اخر اسبوعين في رمضان. دايما على طول موجودين معاكم في خلال شهر رمضان من الساعه 2 ل 3 ونص يوميا. كل اللي تحتاري فيه كلمينا او خش على شاهد، هتلاقي كل اللي فاتك وكل الجديد على شاهد بينزل على طول بعدها بساعه على طول.